قناتكم وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة لحضور الاحتفال بيوم القضاء المصري، وكان في مقدمة مستقبلي سيادته رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمستشار عمر مروان وزير العدل، ثم تم التقاط الصورة التذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية. إذن هذا يوم تاريخي نقف فيه اليوم هنا نتحدث بإعزاز عن قضاة مصر الشرفاء أصحاب التاريخ المضيء الذي نفاخر به ونزهه. نحني رؤوسنا لهؤلاء الذين تحملوا أعباء جسيمة ينوء بحملها نظرائهم في أي دولة أخرى. هؤلاء القضاة قضاة مصر الذين تحملوا المسؤولية وعبروا بالأمة عبر مرحلة خطيرة في تاريخها للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، اختاروا الحق وانتصروا لنزاهة العدالة، وذلك كله في سبيل استقرار الوطن وتمكين أعمدته في فترة شديدة الصعوبة بالغة التعقيد من المسار الوطني في التاريخ الحديث. لا يخفى على أحد الفترة العصيبة التي عاشها القضاء المصري قبل ثورة 30 يونيو، حين حاول نظام هدم كل مؤسسات الدولة وفعل كل ما من شأن الإساءة إلى سلطة القضاء ومؤسسة القضائية ماديا وأدبيا وتشريعيا، منع السلطة القضائية من ممارسة أعمالها، حاصر محاكمها إلا أنها صمدت، وما زاد الإرهاب البغيض إلا صمودا، حتى كان القضاء المصري هو الصخرة التي تحطمت عليها كل محاولات الإرهاب البغيضة. وبعد ثورة 30 يونيو لبى القضاء المصري نداء الواجب بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد، وقتها أنذاك المستشار عدلي منصور، الذي صار قاضيا متجردا يدرك عظمة هذا البلد، يدرك أيضا عظمة شعب هذا البلد، إلى أن تم انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق قانون ودستور يليق بمصر وشعبها. ولا يمكن اليوم أن نغفل تضحيات رجال القضاء المصري التي وصلت إلى حد التضحية بأرواحهم فداء لهذا الوطن وإعمالا للأمانة التي نيطت بهم، تحية إعزاز وتقدير واحترام إلى روح الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، تحية إلى روح ثلاثة من شهداء شمال سيناء، محكمة شمال سيناء أيضا الذين قضوا في 2015. إذن هو يوم تاريخي يشهد التاريخ المصري، يوم تاريخي أيضا في تاريخ القضاء المصري. المرأة المصرية والقضاء، إنه عصر ذهبي تعيشه المرأة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة المنتميات إلى منظومة القضاء المصري والعاملات في الهيئات والجهات القضائية. كان دستور 2014 هو البداية، حيث نصت المادة 11 من هذا الدستور على أنه يحق مساواة المرأة بالرجل في تولي كافة الوظائف القضائية. وفي 8 مارس أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية النيابة العامة ومجلس الدولة بضرورة إدخال العنصر النسائي وتعيين النساء في النيابة العامة وفي مجلس الدولة، انتصار تاريخي للمرأة لطالما كافحت من أجله لأكثر من 70 عاما، وفي النهاية انتصر لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترافا بجميلها واعترافا بمشاركتها الكفاح مع الرجل جنبا إلى جنب في كل مناحي الحياة. هذا الأمر قوبل بإشادات دولية، وأيضا كان على رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أصدرت تقريرا أشادت فيه بدور مصر في مجال مناهضة التمييز ضد المرأة، وأيضا دورها العالمي في استعادة حقوق المرأة، وثمنت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وترجمت سياسات الدولة إلى أفعال وما حطم الحواجز التي كانت عائقا أمام المرأة لسنوات طويلة. إذن الرئيس السيسي بقرار بدء عمل المرأة في النيابة العامة يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ليحقق علم حلما لطالما طال انتظاره، لطالما كافحت المرأة المصرية خاصة المشتغلات في القضاء في النيل من هذا القرار، جاء تتويجا لكفاح المرأة عبر سنوات طويلة. قرار السيد الرئيس أيضا أنهى سنوات من الأزمة، لا نبالغ إذا وصفناها بأنها أزمة تاريخية ناضلت
تحركت من أجلها المرأة، سواء عبر الدوائر القضائية للطعن على تعيين النيابة العامة أو مجلس الدولة للخريجين دون الخريجات من الفتيات، وكذلك أيضا على مستوى المنظمات النسائية التي لطالما نظمت حملات لمناهضة التمييز ضد المرأة ونادت بحقها في التعيين بهذه الجهات، أو حتى على مستوى الخريجات أنفسهن للمطالبة بحقهن في التعيين في هاتين الجهتين. وعن أبرز المحطات في عمل المرأة بالقضاء نرصد هيئة قضايا الدولة التي بدأت بتعيين المرأة منذ عام 1978، وكانت هيئة النيابة الإدارية أيضا واحدة من أكثر الهيئات القضائية التي ضمنت تعيين النساء، حتى وصلت في نسبة المشتغلات بها من النساء إلى 50%. أيضا في 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين أول سيدة كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي المستشارة تهاني الجبالي. ثم في ديسمبر 2020 صدر قرار أو عينت الدكتورة فاطمة الرزاز، وهي عميد حقوق حلوان، كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، تتقلد المرأة هذا المنصب. وفي 2003 بدأ تعيين أول 30 قاضية في القضاء العادي و12 مستشارة من النيابة الإدارية. توقف هذا الأمر حتى عام 2015، ثم بعدها تم تعيين 24 قاضية ليصبح إجمالي العدد 66 قاضية. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بضرورة إدخال العنصر النسائي إلى النيابة العامة وإلى مجلس الدولة هي إعمالا لنص وحق أصيل في الدستور للمرأة المصرية. أيضا ينبغي الإشارة إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس بصفة رئيس المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية في يونيو الماضي. هذا الاجتماع الذي تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه أيضا قرارات تاريخية انتصرت فيها لمفهوم المساواة ومفهوم ضمان نزاهة والعدالة واستقلال القضاء. في هذا الاجتماع صدر مجموعة من القرارات كان أهمها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر هو يوم القضاء المصري، مع توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الهيئات القضائية المختلفة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، بالإضافة إلى التوجيه بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، وعدم تكرار أسماء المقبولين في التعيين في الجهات القضائية اعتبارا من خريج دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن دفعة 2013 بالنسبة للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. مجموعة من الرسائل المهمة التي تنم عنها هذه القرارات تسهم في تحقيق المساواة الكاملة ما بين الرجل والمرأة في تقلد كل وظائف الهيئات القضائية، تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة قضائية تلقائيا، توسع فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع تكرار التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد طالب التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل ثورة في الشكل والمضمون، ويؤثر بشكل إيجابي تماما على أداء منظومة القضاء. بهذه الاجتماعات وبهذه القرارات التاريخية أرسل السيد الرئيس رسائله بأنه أكثر رؤساء مصر وقوفا إلى جانب السلطة القضائية وضمان استقلالها. السيد الرئيس يعزز مفاهيم الشفافية والمساواة وصون القيم القضائية العريقة. سيقف التاريخ طويلا أمام حقبة عصيبة عاش
عاشها ومر بها القضاء المصري قبل 30 من يونيو 2013، ليدرك كيف انتصرت دولة 30 من يونيو للقضاء المصري واستقلاله إيمانا بأن العدل أساس الملك. أيضا قرارات السيد الرئيس كانت إعمالا لمبدأ دستوري أصيل بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل بين في القضايا مع الاحتفاظ بالأداء الرفيع لهيئات وجهات القضاء. هذه خطوة مهمة أيضا لتحقيق وحدة الإشراف القضائي والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية وبما يضمن الاستفادة من خبراء أعضائها. ما قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم لتطوير منظومة التقاضي وتسيير الإجراءات على المواطنين على مستوى الجمهورية شكل ثورة في شكل ومضمون منظومة العدالة والقضاء في مصر. في هذا الإطار وجه السيد الرئيس بميكنة منظومة التقاضي بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية مع تعزيز استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في منظومة عمل المحاكم للإسراع في إجراءات التقاضي وتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة. أيضاً تعيين 11 قاضية تم نقلهم للعمل في النيابة العامة من بداية العام القضائي الجديد اليوم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع السيد الرئيس بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو الماضي، وكذلك تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. كذلك وجه السيد الرئيس بتطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي وتعزيز الربط الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وبما يتواكب مع جهود تطوير مقار المحاكم. كذلك افتتح السيد الرئيس مجمع الوثائق المؤمنة الذكية الذي يتضمن إصدار الوثائق القومية الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي وبأحدث مواصفات التأمين العالمية وباستخدام تكنولوجيا متطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة. كذلك وجه السيد الرئيس بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية مع توفير الخدمات السكنية والوحدات السكنية المتنوعة لموظفي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد ان انا التقي بكم. كل التقدير وكل الاحترام لكم جميعا. تفضلوا استراحه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، الحضور الكرام، قضاة مصر الاجلاء، طالما نتحدث دوما عن اعتزازنا بالقضاء المصري وتاريخه الشامخ الذي نفاخر به ونزهو، هذا الحديث اكتسب مضمونه الحقيقي في الأعوام الأخيرة، حيث تحمل القضاء المصري أعباء جساما ينوء بحملها نظيره في أي دولة أخرى. فاستقلال القضاء هو أحد أبرز مظاهر الدولة المدنية الحديثة وأكثر سمات الديمقراطية تأثيرا في حياة الشعوب. من هذا المنطلق أولت القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التقاضي في مصر، فقد اعتمدت وزارة العدل في سياستها على رفع كفاءة النظام القضائي وفق مؤشرات علمية عالمية تيسر الإجراءات القضائية، بما ينعكس إيجاباً على مؤشر سيادة القانون وتقديم الخدمات القضائية المتميزة المتعلقة بمرفق العدالة. كلمة السيد المستشار عمر مروان وزير العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، السيدات والسادة من الحضور الكريم، أستهل كلمتي بالتقدم إلى سيادة الرئيس بأصدق معاني الترحيب وعظيم الامتنان على تشريف سيادته هذا الاحتفال بيوم القضاء الذي يحل في الأول من شهر أكتوبر، ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر المجيدة. فنحن على بعد أيام قليلة من يوم السادس من أكتوبر، لنحتفل جميعاً بعيد النصر مع قواتنا المسلحة الباسلة. وسوف يذكر التاريخ لكم سيادة الرئيس قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية. وفي ذات الوقت رسمتم خارطة طريق لتنمية مصر، وكان لوزارة العدل موقع عليها ونصيب فيها من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وتم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعاون صادق من السادة الوزراء المعنيين. فتمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين وعزيمة الطامحين وفي أقل من سنتين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطوراً ملحوظاً في المنظومة القضائية والخدمية، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد، والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعدد 252 سجن عمومي ومركزي، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم بخمس محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها. ومن حسن الطالع تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية، أي منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرت تجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية. وعلى جانب آخر تم رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقاري وميكنة 305 فرع توثيق وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، وإضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل، فضلاً عن خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات. ويأتي مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام وسائل التكنولوجية. وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقراً داخل هذه المدينة لتقدم وجهاً عصرياً للعدالة في مصر يتماهى مع الجمهورية الجديدة. وقد وجهتم سيادة الرئيس أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيراً عن تضافر السلطات الثلاثة ورمزاً لقوة الدولة المصرية. ولأن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها، فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونياً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم الدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
ويستحرص سيادتكم على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوارها. فكان تنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة في الاجتماع المعقود بتاريخ 2/6 من العام الجاري، ونشهد في يومنا هذا فعاليات تنفيذ عدد من قراراته بالاحتفال بيوم القضاء المصري وهو يوم بدء السنة القضائية، وأيضاً يوم بداية التحاق المرأة بالعمل لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة العامة. وسيذكر هذا الحدث على الدوام مقروناً بإرادة السيد الرئيس في دعم المرأة لتدع أقدامها في أماكن لم تطرقها من قبل. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن القضاء المصري من نبت هذا الشعب الطيب يفخر بالإنجازات العظيمة ويتألم من الأحداث المريرة ويتصدى بسلاح القانون لكل خائن وغادر وآثم في الوقت الذي يواجه فيه أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة عناصر الإرهاب القميء بسلاحهم البطار، ليشكلوا جميعاً حصناً منيعاً يحمي مصر من المخاطر مهما اختلفت أشكالها وتنوعت صورها وتغيرت أساليبها. سيادة الرئيس، إن ما يتم من إنجازات في ربوع مصر في السنوات القليلة الماضية وحتى الأمس القريب ينم عن قيادة واعية لها عين ترصد وعقل يخطط ويد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فلك عند كل وطني وصاحب ضمير حق بالدعم والمساندة والمثابرة، مصحوباً بدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وحضراتكم بخير. درع القضاء هدية تذكارية يقدمه السيد المستشار عمر مروان وزير العدل للسيد رئيس الجمهورية نيابة عن السادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. السيد الرئيس، الحضور الكرام، سيظل قضاء مصر حصناً للعدالة يحمل رجاله رسالتها، يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم، مستلهمين ما أرسوه من تقاليد وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يزالون مطلعين بهذه المسؤولية بصدق وأمانة. يستوي أمامهم الغني والفقير، القوي والضعيف، فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون. كلمة السيد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، السيد المستشار الفاضل عمر مروان وزير العدل، السادة المستشارين الأجلاء رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الحضور الكريم، قضاة مصر كلها، تحية تقدير وإجلال وإعزاز. ها نحن اليوم
نحتفل بأول عيد موحد للقضاء المصري بجميع فروعه على تنوعها واختلافها، بعد أن وجهتم فخامة الرئيس أثناء تشريفكم رئاسة اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في 2 يونيو الماضي بأن يكون للقضاء المصري يوم واحد وعيد موحد تحتفي فيه مصر كلها بقضاتها. وهنا أجد لزاماً علي أن أنوه فخامة الرئيس بأنكم أول من وجهتم إلى ذلك اليوم إجلالاً للقضاء المصري وتقديراً له واعتزازاً به. وإذ نجتمع اليوم ونشرف بلقائكم فخامة الرئيس، نستمع إليكم نحن قضاة مصر، أؤكد أن هذه لحظة تاريخية يتيه لها الزمان ويقف أمامها إعجاباً بكم وتقديراً لدوركم واعتزازاً بشخصكم. فخامة الرئيس، إن الحديث عن دعمكم للقضاء والعمل على تأكيد استقلاله وعدم التدخل في شؤونه لهو مرئي للعيان، ليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة. لكن فخامة الرئيس، اسمح لي أن أنوه إلى أنكم أول من أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، إذ وجهتم فخامة الرئيس وبإصرار شديد بضرورة تفعيل العنصر النسائي في التعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة. ولا أنسى فخامة الرئيس أن أؤكد أن كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية سبق وأن قامت بتعيين المرأة المصرية بها، وأصبح ذلك مسلكاً مستقراً لهاتين الهيئتين في تعيين المرأة بهما. كما قامت جهة القضاء العادي بتعيين قاضيات في محاكمها، فجلست المرأة المصرية على منصة القضاء العادي قاضياً جنائياً وقاضياً تجارياً وقاضياً في منازعات شؤون الأسرة وقاضياً في المنازعات المدنية على تنوعها. وتأتي درة القول فخامة الرئيس بقراركم التاريخي الذي أصدرتموه بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا لتجلس مع زملائها قضاة هذه المحكمة على المنصة العالية للقضاء الدستوري المصري مشاركة في إرساء العدالة الدستورية. فخامة الرئيس، لا يفوتني أن أنوه كذلك إلى أنكم أول من وجهتم بإدخال العدالة الإلكترونية في جميع دور العدالة المصرية ضمن مشروعكم الأكبر مصر الرقمية. فعقدت جميع الجهات والهيئات القضائية اتفاقيات مع السيد وزير الاتصالات لرقمنة العدالة المصرية قضاءً على بطئها وجعلها سريعة ناجزة، وهو ما ناديتم به وعملتم على تحقيقه منذ توليتم فخامة الرئيس مسؤولية هذا الوطن. فخامة الرئيس، وقف العالم كله ينظر إليكم بانبهار وإعجاب وأنتم تبنون وتؤسسون الجمهورية الجديدة. وقبل ذلك دعني أقول أنكم كنتم أول من نبه دول العالم بأسره وحذر من خطورة الإرهاب وأثره المدمر على التنمية فيها، فخضتم معارك فاصلة ومن خلفكم قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة لدحر الإرهاب الأسود
في كل مكان على أرض مصر. وهنا لا بد أن نشيد بفكركم الثاقب ونظركم البعيد، إذ آثرتم أن تسير معركة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ودحره مع معركة التنمية الشاملة في خطين متوازيين متلاحمين. فخامة الرئيس، أود أن أنوه كذلك بأنكم لم تحصروا فكركم في تطوير البنية التحتية فحسب، وهي ضرورية، وإنما اتجهتم في الوقت ذاته إلى تطوير البنية الفوقية، فأدخلتم التطوير التكنولوجي في مصر كلها، واتجهتم كذلك إلى الشباب مؤمناً به لتطوير فكره وتدريبه باعتباره عدة الأمة وعتادها، واضعاً عينيك الخبيرتين على العناصر التي تسهم في العمل الوطني من بين هؤلاء الشباب، لتقوم الجمهورية الجديدة قوية بفكركم ومجهودكم وبسواعد هؤلاء الشباب. كذلك فخامة الرئيس، فأنتم الرجل الوطني المخلص الملتحم بمشكلات شعبك، وتعيش بساطة الناس وتحس بنبضهم، فأنت من نبت مصر الطيب. إلا أن حياتكم في القوات المسلحة المصرية الباسلة فترة طويلة، حتى صرت قائدها العام ثم قائدها الأعلى، جعلكم تفكرون بصورة استراتيجية حاسمة، مقتحماً بإرادة صلبة لا تلين الموضوعات السياسية والاقتصادية، واضعاً حلولاً جذرية بفكر ثاقب لجميع مشكلات مصر، غير متهيب لما يقال. وتلك طبيعة القادة والساسة العظام، منفذاً المشروعات القومية الكبرى في جميع القطاعات والمشروعات التي كانت بحق إعجازاً لم تشهده مصر من قبل، كمّاً وكيفاً. غير مكتفٍ بالمسكنات والمهدئات، كل ذلك من أجل مصر كلها وأجيالها القادمة، فكنتم سيادة الرئيس نموذجاً يحتذى في دعم قيم الولاء والانتماء وغرس قيم حب الوطن والعمل الجاد، إذ اتجهتم بفكر وخطوات غير مسبوقة إلى تطوير الريف المصري بما يحقق كرامة الإنسان المصري. فخامة الرئيس، اسمح لي أن أختم كلمتي هذه بالقول بأنكم جعلتم شعبكم بحبكم له وتفانيكم في خدمته يرى فيكم الضامن الأساسي لاستمرار الجمهورية الجديدة وتطورها والنهوض بها وتقدمها والحفاظ على مكتسباته وحقوق وحريات الأفراد. فالجمهورية الجديدة أحق بكم فخامة الرئيس، ولا يزال شعبك بك حفيا يلتف حولك ويؤيدك يؤاذرك، فأنت الأمل الذي يتعلق به. فسر على بركة الله، وعين الله وعنايته ترعاك، فلنكن ممن يلوذون بالله تعالى ويعتصمون، ليدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وما كان الله مخلفا وعده ألا بعدا للقوم الظالمين، إنهم في سكرتهم يعمهون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، الحضور الكرام، قضاة مصر الأجلاء، لقد حاز القضاء المصري مصداقيته ومكانته عبر مسيرة حافلة وتاريخ عريق. نشاهد الآن فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية يعرض لتاريخ القضاء المصري ومنظومة التقاضي في مصر. جنة الله في أرضه، هبة المصريين الذين أقاموا على ضفاف نيلها الخالد أولى الحضارات القديمة، أمة عظيمة ما كانت لتسود أو تحمي الحدود. دون وجود نظام قضاء يحق لمصر أن تفخر به بين الأمم. ماعت إله العدل، ميزان العدالة يحوطه ملكة الحساب، تجسيد حي للنظام الأخلاقي في مصر القديمة، دستور عام للفضائل في دولة استقامت أركانها الصلبة فوق دعائم القانون. استقامت الأحوال وفق ميزان العدالة المطلقة، وشق القضاء المصري طريقه في دولة حضارية اتخذت من المبادئ القانونية دستور عمل ومنهج حياة. يمضي الزمن وتعانق مصر فجر العصر الحديث وسط انفتاح على ما آلت إليه الحضارة الأوروبية. توالت حقب التاريخ المعاصر وتوالى معها صدور الدساتير وصياغة القوانين وإنشاء المحاكم، وشهد القضاء المصري تطورات متلاحقة أفضت إلى بناء نظامه الحالي فوق أعمدة راسخة شملت كافة مناحي الدعاوي القضائية في كافة المنازعات. فجرا جديدا أشرق في سماء مصر بصدور دستور 2014 وفقا لنص المادة 185، مستهدفا جميع الجهات والهيئات القضائية تحت راية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيد رئيس الجمهورية لتوحيد الرؤى والأهداف. جهات وهيئات قضائية يجمعها وحدة الهدف ونبل الرسالة، منظومة العدل متشابكة ومترابطة كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذ تجتمع قيادات الجهات والهيئات القضائية للحفاظ على المنظومة واستقرار أحكامها نحو العدل والمساواة وتبديد التمييز المبني على المعتقد أو الجنس أو أي أساس آخر. المحكمة الدستورية العليا، صرح قضائي مصري. هنا يتم الفصل في دستورية القانون وتفسير النصوص التشريعية والفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. القضاء والنيابة العامة، وفقا لقانون السلطة القضائية يتكون القضاء من محاكم ابتدائية وجزئيتها ومحاكم الاستئناف، وعلى قمة الهرم تأتي محكمة النقض. هنا يتم توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية ومراقبة الأحكام الصادرة عنها والفصل في المنازعة المعروضة أمامها بصفتها محكمة موضوع. والنيابة العامة، شعبة من القضاء تهدف إلى إرساء العدل على أرض مصر. دفاعاً هو الأمثل عن المصالح العامة للأمة المصرية مع إجراء التحقيقات القانونية
وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها داخل صروح العدالة، رسالة نابعة من سمو الغاية ونبل الهدف والحكم بين الخصوم دون ميل أو هوى، وسط بحث دائم عن الدليل والبرهان، تحقيقاً لميزان العدل والحق. مجلس الدولة، حصن الحقوق والحريات للفصل في المنازعات الإدارية، ومناط النظر في الدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء في المسائل القانونية للجهات المعنية، مع مراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة كافة العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفاً فيها. القضاء العسكري، قلعة الوطنية والعدالة الناجزة في أسمى معانيها، جهة قضائية مستقلة وفقاً لنص المادة 204 من الدستور، تختص بالفصل في القضايا العسكرية وما أناط به الدستور والقانون من اختصاصات أخرى، وتتدرج محاكمه في تسلسل هرمي يبدأ من المحكمة العسكرية للجنح، ثم محكمة الجنح المستأنفة، ثم محكمة الجنايات، انتهاءً بالمحكمة العسكرية العليا للطعون، والتي تكفل حماية حقوق الإنسان في محاكمة عادلة ومنصفة يسعى لتحقيقها قضاة أكفاء مزجوا بين التقاليد القضائية والعسكرية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هيئة قضايا الدولة، إحدى أعرق الهيئات القضائية المصرية، يناط إليها بحكم القانون حماية المال العام، مشكلة بذلك حائط صد منيع دفاعاً عن استحقاقات الشعب المصري في ثرواته ومقدراته الاقتصادية. النيابة الإدارية، نموذج مصر القضائي لتجفيف منابع الفساد الإداري. هيئة قضائية تتولى اختصاصاتها المتعددة في مجال التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية للمخالفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، آلية الضبط والربط وإحكام السيطرة وصرح من صروح العدالة المصرية على مدار 3 أرباع قرن. ميراث قضائي مصري تجلى على المستوى العالمي في مشاركة الخبرات المصرية القضائية في العديد من المنظمات والهيئات الدولية، منظمة الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المشورة القانونية لقوات حفظ السلام، نماذج مشرقة للقضاء المصري الشامخ، متميز ومتفرد ورائد على المستوى الإقليمي والدولي. فطالما قدم رجال القضاء المصري على كافة تخصصاتهم خبرتهم النادرة للدول الشقيقة والصديقة، وقد اطلع القضاء بالمشاركة في استراتيجية 2030 كمرآة للمجتمع في ثورته البيضاء النقية 30 يونيو، التي قامت بعزائم المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت من دعائمها ارتقاء المرأة لمنصات القضاء وتحقيق المعادلة المثالية وتطبيق أرقى مستويات الرقمنة في هيئاتها القضائية، انتقلت بها من العمل اليدوي إلى التحول الرقمي بشكل رصين وقضائي، مما انعكس إيجابياً على كافة خدمات التقاضي عن بعد، بناء مقار جديدة للجهات والهيئات القضائية والمحاكم والنيابات، وتطوير القائم منها على مستوى الجمهورية لتيسير أمور المتقاضين، فضلاً عن خلق البيئة المناسبة لعمل القضاء واللائقة بجمهور المتقاضين. وتحرص وزارة العدل على تنفيذ التوجيه الرئاسي بتطوير المنظومة القضائية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم الدعم والمعاونة لجميع الجهات والهيئات القضائية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء، بما يضيء مجهوداتهم وبما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأيضاً إدخال الوسائل التقنية على نطاق واسع في الخدمات المقدمة للمواطنين. وتفتح وزارة العدل الباب على مصراعيه أمام تحديث أساليب التدريب والتشجيع على استكمال الدراسة الأكاديمية
لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه للقضاء والعاملين بمختلف الجهات والهيئات القضائية. وتعد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية التي وجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية أيقونة المشروعات التي تخدم منظومة العدالة وتجمع السلطات الرئيسية للدولة في مكان واحد متطور. تحية لقضاء مصر العظيم ورجاله الأجلاء، من رحل منهم ومن تقاعد ومن يواصل العطاء، لكم مني جميعا صادق التقدير والتمنيات، إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التي تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التي تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون. إن القضاء ليس بوظيفة يتقدم إليها، بل اختبار يوضع القضاة فيه أمام خالقهم، متسلحين بالتقاليد القضائية التي أرسى دعائمها شيوخهم، يؤدون أمانتهم بعزة نفس ونزاهة، برغم كل ما يحملونه من مسؤولية ينوء بحملها الجبال. يؤدون الأمانات ويحكمون بين الناس بالعدل، تلك عقيدتهم ونزاهتهم وعفتهم وسيرتهم وصحائفهم البيضاء. إنهم قضاة مصر الأوفياء، سلسال من الحكماء ينشدون رضا السماء، ميزان الحق وباب العدل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكريم أسماء شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين قضوا في العمليات الإرهابية. أولاً، وشاح النيل لاسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات النائب العام، يتسلمه نجله السيد المستشار محمد هشام بركات ونجلتاه السيدة المستشارة مروة هشام بركات والسيدة دعاء هشام بركات. ثانياً، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات وكيل مجلس الدولة، يتسلمه السيد المستشار طه محمد عبدو كرسوع. ثالثاً، وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية لاسم الشهيد المستشار محمد مروان عبد الله عرفة رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلمه زوجته الدكتورة غادة عبد الله عباس.
رابعاً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلمه والده السيد مصطفى محمد عثمان. خامساً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، يتسلم السيد المستشار شريف فاروق حامد الضيسطي. سادساً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة اسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، يتسلمه والده السيد الأستاذ الدكتور مصطفى حسني مصطفى. الآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستشارون الأجلاء، أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الحضور الكريم، أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال. ونؤكد على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن. وتأسيساً على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين. كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية. السيدات والسادة، إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية وجعل هذا الاستقلال حائلاً دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقاً لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين. ولا شك أن تحسين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية. الحضور الكريم، إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة
وحافل بالأعمال المشهودة، وحاضركم مخلد بأحكام صانة الدولة وحمة المجتمع وأدانة الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء، ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه ولا وجه الله سبحانه وتعالى. فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفاً عن قدرتكم، وحكمكم فارق بين الحق والظلم. واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا. فالمرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأموناً ووطننا محفوظاً، لتحيا مصر دائماً في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها. لكم مني جميعاً صادق تقديري واحترامي واعتزازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الكلمة كده خلصت، لكن اسمحوا لي ان انا اكلمكم كلام من القلب. يعني لكم مني كل التقدير والاحترام، واسمحوا لي ان انا اوجه لفخامة الرئيس عادل منصور كل التحية وكل التقدير والاحترام. اللي كانت مشاركته ومساهمته وقيادته في للدولة في وقت من أصعب الأوقات اللي مرت على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومني أنا شخصياً احتراماً له وتقديراً له واعتزازاً بمكانته ومكانة القضاء. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا بوجه لكم جميعاً الاحترام والتقدير، وده نابع عن يعني مسيرة أنا مش بعيد عنكم، يعني لأن يعني كان لي الشرف إن شقيق يبقى ضمن أعضاء القضاء يعني. فاتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المسار اللي بتتطلبه العدالة في مصر. ده من بدري قوي، ده من 40 سنة ولا أكتر. وبالتالي كان يعني لما توليت المسؤولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه. احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في شؤونه، ده كلام مش بنقوله في إطار السياسة، لا. بالمناسبة أنا قلت كذا مرة، وكل ما بلتقي مع الأعضاء وبلتقي بهم فقط في المناسبات الرسمية، يعني في حلف يمين أو في المجلس أو في هذا الإطار، لكن غير كده ويشهد الله على ذلك، يعني عدم التدخل ده قاعدة ذهبية لا نستطيع أن احنا نحيد عنها. وأنا بقول لهم الكلمة ديت، بقول لهم يعني بغض النظر بقى، يعني انتوا مش هتسمحوا لي اساسا ان انا اتدخل يعني، وانا هحترم ده، لكن انا هحترم ده. صحيح، لن اتدخل ابدا، وانتم تتحملوا المسؤوليه امام الله في احكامكم. انا دوري ماليش دور في المكان ده خالص، الدور هنا للقضاء طبقا للقانون، ودوله القانون هي الدوله العزيزه بقضائها وبقوانينها وبتنفيذه. ف كل الدعم كل التقدير كل الاحترام لكم، كل الدعم كل التقدير كل الاحترام لكم. مش عايز اطيل عليكم، كل عام وانتم طيبين، ودايما القضاء في مصر شامخ بيكم، مرتفع رايته بيكم.
قادر بيكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني.